ديال البلاد ياك ديال البلاد مرحبا مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء. معنا ومعكم واحد البائع ديال التمور اللي طلبنا منه انه يعطينا بعض الاثمنه ويعطي يشارك معنا ومعكم الاثمنه وكذلك نعرفوا الانواع اللي عنده ديال التمر. الله يكبر بك اخويا، مرحبا. اجل ولي زيد عليك اهلا وسهلا بك على قناه الشعب. السلام عليكم. احنا ولاد البلاد، احنا ولاد البلاد زاغوريين وكاع بجوج. مرحبا بكم، انا ودوار زازات. مرحبا والف مرحبا، او دوار زازات مرحبا. عندكم الاشمين. مرحبا بك اخويا. عندنا التمر هذا هو تقولوا ليه بوس حمي. الثمن ديال المتوسط ما تيفوتش واحد النسبه ديال 30 درهم او 35. وعندنا هذه ديال الجزائر 40 درهم. تجي من الجزائر. هذاك تيجي من الجزائر. وهذا ديال تونس. وهذا ديال العراق. شحال حاجه الثمن ديالها خويا؟ ها انت خويا بحال هذا ديال الجزائر اللي شتي دابا راه 40 درهم. وكاينه دابا في القوس ديال البلاد 45 فرانك. 45 فرانك الكيلو. هذا غالي، هذا هو المجهول؟ لا، هذا هو بوفقوس. هذا هو اغلى انواع. اغلى تمر، اييه. وكاين التمر العادي هو ارخص تمر عندي هنا هو 10 درهم. يجي الدرويش كياكل. يجي الدرويش ياكل، يجي واحد المتوسط ياكل، يجي واحد. كلشي الحمد لله في هذه البلاد السعيده راه. والحمد لله واخا كاين الاغلى شويه وكاين الثمن طالع شويه، ولكن الحمد لله كلشي كل واحد بالحمد لله تيدي واحد شويه واحد النصيب ديالو الدار. المهم الدرويش كيحاول انه يشري التمر. وهذا الشيء تنقولوا حنا بزاف كما تنشوفوا بنادم تيدير رويع ب 5 كيلو كيلو مر 4 كيلو مر 2 كيلو. وكل واحد الله يسهل عليه. بالنسبه لرمضان ديال هذا العام، واش الثمن ديال التمر هو بحال رمضان هذا اللي فات؟ لا، زايدين زايده شويه الغيز، واحد شويه كاين الغلا شويه في الاثمنه ديال العام. يعني بحال التمر ديال 30 درهم وصل دابا 35 درهم. يعني كاين واحد الفرق، واحد الفرق تقريبا ديال 15 درهم. وهذا هو مكان، هذا هو مكان سيدي. شكرا لك. مرحبا بك. زيدي عليك. خضرة بعدا راه. وانتم تكون الاغلى راه كاين. تبارك الله عليك، شكرا لك. مالك ما يمشي، انا نشد عليك المايك. انا ولدي السلام عليكم ورحمة الله ومبروك ما تبقى من هذا الشهر الغفران. اللي بغينا نقولوا هو هاد الناس اللي ما تقوش فينا الله تعالى في هذا الارتفاع. هاد الناس راهم معروفين وانت عارف وعارف والله تعالى خير العارفين، يعني بلا ما نبقوا نكروا، الشعب كله عارف. الناس المسؤولين الوالدة. ابتداء من راس الحربة الى اسفل السافلين، كل شيء مسؤول في البلاد هذه، ولكن الشعب حتى هو مسؤول بالدرجه الاولى، لانه ما بغاش يغير طريقه سلميه وطريقه يعني متحضره. شي غالي يا مولاي. نخرجوا ونعلنوا على الرغبه ديالنا اننا ما بغيناش هذه ولا هذه، ولكن بلا عنف بلا هذه، فهمتيني ولدي؟ اما بالنسبه للخضره على ما بان لي اليوم انا كنبيع غير الميكا كنترزق بها الله. اياه ولدي. يسهل عليكم. امين علينا وعليكم ولدي. بان لي بانه شويه بعد الاسعار بدات كتحشم شويه. والله يوفقكم ولدي اللي كتبلغوا بعدا يعني المعاناه ديال الشعب، والله العظيم الله يوفقكم لما فيه خير هذه الامه. وجلاله الملك الله يشافيه ويعافيه. ونقولوا ليه يشوف فينا لانه راه كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الميساج انا بغيت جلاله الملك يتوعاه مزيان، كلكم راعين، كلكم راعين، كلكم مسؤول عن رعيته. شكرا لك يا لاله بركه. يلا ولدي الله يخليك. شكرا لك الناس المغاربه بمناسبه رمضان. الله كنهنئوهم، والمغاربه راهم ديما ناشطين سواء كان الغلا ولا ماشي الغلا. المغاربه ديما واكلين، ديما شاربين، ديما ناشطين ولله الحمد. حنايا كبرنا من شب على شيء شب عليه. بارك الله عليك. سمعتي ولدي؟ الله يبارك فيك. ورمضان مبارك، الله يحضرنا ويحضركم من القابل. يعني مول التمر شي كلمة أخيرة. عطيهم مناسبة رمضان شنو تقول للمغاربة كاملين؟ تنقول للناس المغاربة من طنجة للقويرة يصبروا يصبروا على هذا حنا في هذا الموسم هذا. دار رمضان اللي هو كلشي جا غلا والثمن طالع بزاف، وتنتمنى من الله عز وجل، تنتمناو من الله عز وجل القشوية من الاغلى، وتنتمنى المسؤولين يديروا تاول في هذه البلاد هذه. شكرا لك. وشحال من واحدين الله يعطيهم البحور.
تبارك الله عليك. شكرا لك. اذا المشاهدين الكرام كنتوا معنا، اسمح لي كنتوا معنا من السوق القريعه مشاهدينا الاوفياء، تبعتوا معنا انواع ديال التمور اللي موجوده في السوق. مرحبا، اجي عندي. مرحبا. اييه مرحبا. واخا معايا دقيقه انا معاك. اذا المشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه، ونشوف في رعايه الله والى اللقاء.